نظرته إيه للخلاف بينك وبين إخوانك في تلك المرحلة؟ والله شوف، هذا أمور غريبة. مثلا محمد عبد العزيز كان هنا في مصر، هو الأكبر محمد، وكان هو لسيأتي ملك. يعني لو لم يتنازل محمد لأخوه خالد كان هو الملك. نعم. ندى كان دب الخلاف عندنا شوية. في أي سنة بدأ؟ أصور سنة 56 57 أظن، لا أتذكر التاريخ بالضبط. فجاء محمد عنده في القصر، قال له: يا محمد، على رسالة لإخوانك، قل لهم الخلاف بينهم لا يخدم النصح العربية. يا سلام. طبعا من هذه الأمور يعني اللي تجعل الإنسان ليش يقول عبد الناصر زعيم؟ يعني في نواحي لا بأس بها، لكن إيش اللي حوله وإيش اللي كذا، هذا اللي يدوخني كما يقول المثل الحجازي. يدوخني. لكن بعد ذلك دعم الخلاف وضخمه بإعلامه. بإعلام. ليس عندي علما أو إثباتا ماديا يقول تدخل ماديا، لكن يعني إعلاميا علاقته باسمك الخاصة. أيوة. وأنت كنت على خلاف مع أخوانك في صح تلك المرحلة. صح. ألم يكن هذا دعما للشقاق بينكم؟ لا، أنا مجيئي إلى هنا، مجيئك إلى هنا وعلاقتك به. أنا مجيئي إلى هنا مضطرا، لأنه لما قعدنا بيروت لبنان رفض يعطينا باسبور. كيف خرجت إلى بيروت؟ أنا رحت مع والدتي مريضة، ونحن عائدين إلى، هذه برضو من أمور لا أتحدث فيها لكن ممكن أقول لك يعني هذه النقطة. ففوجئنا بسحب باسبورتاتنا. سنة كم سمو الله؟ سنة 1962 أغسطس. طيب وين نروح؟ أصبحنا كنت الآن، كنت إلى 1962 تقيم في المملكة بشكل طبيعي؟ بشكل طبيعي، رغم بعض الخلافات التي كانت الخلافات موجودة. وكان هذا الطبيعة الحلوة فينا. يعني تعلمنا من عبد العزيز أنه مهما كان بيننا خلافات إنما بقانا بلدنا كلنا، مش بلد واحد وهي ليست بلد الآخر، بلد الجميع. حتى المواطن العادي. في العالم المتحضر لا لك تستطيع أن تمنع أحدا من الإقامة في بلده أو تمنعه من العودة إلى بلده إطلاقا. تسجنه، تعدمه، أنت حر، لك تمنعه من بلده، هذا لم يحدث. احنا كنا اولى بهذا، انما حدث. ففوجئنا بسحب الباسبورتات. طيب جيت شفنا انفسنا انه مقيمين في لبنان اقامه غير شرعيه، بصفه ايه؟ طب نروح فين؟ الذي حدث انه الاخوان اللي كانوا معنا قالوا مالك الا مصر. علاقات طيبه مع عبد الناصر، ومصر بلد امنه. لبنان كان فيها فوضى أمنية أيامها، يمكن يجيك واحد يقتلك ويقتلنا. صحيح، كانت استخبارات العالم تلعب فيها كلها. بالضبط. تقول يا جماعة، أنا والله أنا بعرف رنو صديقي، بس أفضل ما نروح، لأنه سوف يستغل وجودنا إعلاميا ويقول الشهادة شهادة من أهلها، بلاش نروح. سموك كنت وزير؟ المهم قال والله يا ويلك، كنت وزير في هذا الوقت؟ لا لا لا، بعد الوزارة. بعد بأشهر. سنعود لها بعد بأشهر. فقلت والله صحيح. زهمت على سفير مصر في ذلك الوقت، ناسي اسمه الآن، كان حتى يسمى السلطان، لأنه كان أيام الوحدة وبعد الانفصال كان هو اللي يحكم لبنان. ناسي اسمه الآن، سفير مصر. لما كلمته وكأنه منتظر مكالمتي، سبحان الخالق. قلت له احنا عاوزين باسبورت. قال بس باسبورتات يا فلان. يا أهلا وسهلا، بس يا فلان ترى الباسبورت، هذا اللي جعلني أنه عرف أنه محضر. لأنه الصحف اليمنية كانت تكتب هذه الأمور، فلا شك أنه قرأ ورفع لكذا وكذا. بس أنتم تحتاجوا الباسبورات الدبلوماسية. والدبلوماسية لا تطلع إلا من مصر. كان معك أحد من إخوانك؟ اثنين من إخوانك. فبعدين قال لي، أنا هذه كنت راحت عن بالي، هو ممكن يعطينا باسبور دبلوماسي من السفارة؟ بس راحت عن. المهم قلت طيب نروح مصر. كلمت مصطفى أمين. يا مصطفى الأمر كذا وكذا وكذا. قال لي لا، لازم تيجي. دعم مصطفى أمين حماسه، لازم تيجي ومصر وترحب بيك. قلت مش عايزك ترحب بي، أنا عاوز باسبورتات. رحنا إلى مصر، استقبلونا في المطار عبد القادر حاتم، والتلفزيونات والأنوار علينا. كان وزير إعلام في ذلك الوقت. كان وزير إعلام. هي صح. الأمراء الأحرار. يعني هذا هو تنظيم الأمراء الأحرار؟ هو كده. لم يكن هناك تنظيم بالفعل؟ والله أبدا إطلاق. لم يكن هناك تشكيل؟ لم يكن هناك إطلاقا، كله حدث كذا بالصدفة وبعجلة بشكل يعني غريب. شعرت أنه فخ لكم؟ أنا شعرت من لبنان أنه فخ. شعر، خفت، كنت لا أروح مصر.
لانه الرئيس عبد الناصر هيمسكنا وهيستعملنا ويشغلنا اعلاميا ويقول هؤلاء شهدت ناس من اهلها. فافضل لنا كانت الخلافات متصاعده بينه وبين المملكه وبين الملك سعود في ذلك على الوقت على طول، وكان هذا قبل حرب اليمن قبل 62.